trae esto. بترك للمكرم الفنان كراكلا اللي أخبر مني بالبروتوكول ليرحب باللي بتعجز الـ يعني الألقاب عن تسميتهم. حبلش كما يقولوا بالبتراء. أتينا معا من رائحة تراب بعلبك وحصدنا مواسم التراث معا. أنا أكتب لغة لبنان وهو يكتب لغة لا يجيدها إلا جسد يسير على الماء. قطف عبد الحليم النار المقدسة التي أشعلت تراكم الحضارات على بعلبك وسفرها على سفينة لبنان إلى آخر الأرض فأدهش العالم. يأتي كراكلا في مسيرة العباقرة الذين عرفهم لبنان في تاريخه الطويل، في سيرته الإبداعية كان يحسب أنه يكتب مجده في تاريخ الفن، ولم يكن يدري أنه يضيف للبنان مجدا في تاريخ الحضارة. كان ينظر إلى شموخ الأعمدة في هياكل بعلبك، وكانت الأعمدة تنظر إلى شموخه وهو يصعد على مدارجها ليصل إلى قمة الضوء. حسب كراكلا أنها علمته الصعود، ولم يكن يدري أنه آت من فوق. أرانا كيف توقظ الأجساد الراقصة الأحجار النائمة في سباتها العميق في طيات الزمن السحيق. كان يتعالى فوق شموخ الأعمدة وهو يقفز على الزانة في البطولات العربية. أكان يتعالى أم كان يجعل جسده من سكان الهواء؟ أم كان يريد أن يكتب بهذا الجسد جملة لم تكتب من قبل؟ تحرر من جاذبية المكان ليسكن في الزمان. فهل ترى كان يحاول أن يقبض على الأزمنة وهو يتنقل بين الحضارات؟ أسماء كتبتها بعلبك تكرمها اللبنانية الأولى السيدة منى الهراوي، البعلبكية الأولى التي نحبها وتحبها بعلبك ويحبها لبنان.
أصحاب الفخامة والدولة والمعالي والسماحة والسيادة والسعادة. الرئيسة منى الهراوي، أيها الكرام، تمون الرئيسة منى الهراوي على محبيها بالرضا لا بالتسليم فقط، لأنها تشاركهم أحزانهم قبل أفراحهم. وبعد انقضاء عهد زوجها الرئيس الراحل الياس الهراوي أكثر بكثير من زمن سلطانهما الرئاسي، المكرم الحليم عبد الحليم، أيها الحضور الكريم، الخيل الأصيلة يشار إليها من بعيد فتفهم كما يقول أبو الطيب المتنبي، وتسمع باللحظ والوحي أكثر من الملاحظة والكلام. هكذا نتبادل نحن والرئيسة منى الهراوي المسار والأدوار والفهم والإفهام. هذه ليست شكوى منها بل إليها، وهي مزيج من الشكر الآني والاستغاثة الدائمة. وهي لا تذكرنا فقط بالرئيس الظريف الحصيف السقيف الماهر الشاطر المقدم والمحجم عند الاقتضاء، وهو الذي على اسمه وضعت ومنحت هذه الجائزة النبيلة، ولكنها أيضا الرئيسة دائما ورغم أنسها تذكرني بقول أشعري العرب: وما التأنيس لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال، ولو كان النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال. يا عبد الحليم، يدها القلعة الثانية، قد منحك الله نصيبا طيبا من اسمك بالحلم، وأكرم عمرك من هباته بالمواهب، فانطلقت بما أوتيت من نعم الله ومن اقتدارك وإعجازك بحركة وبخفة وبدقة وبثقة عز نظيرها جميعا. تختال وتتمايل بين النجوم والشموس بإيقاع وإبداع، وتكفي حديقة الأحداق التي تحضنك وترنو إليك اليوم لتدير على ذلك من أصحاب الفخامة إلى أصحاب الدولة والسعادة إلى كل هذا الحضور الأكرم. ومن طلال حيدر الكرار الذي يكر ولا يكرر، الذي يكر ولا يكرر، ولنا صلح حمادي الأميرة الوزيرة نسمة الخير التي تكاد تتحول من زمان إلى عاصفة للعطاء والسخاء والثناء والوفاء. يا عبد الحليم، نحن لا نكرمك، ولكننا نعد ونعيد إليك بعض من مكارمك ومحاسنك، فضلا عن إنجازات فرقتك المضيئة المبدعة مثلك في لبنان والعالم العربي والعالم. أنت تزرع البهجة في أسوأ الأزمنة وأردائها، وتوزع البسمة، وتنشر شذ التفوق فوق التصور، وعطر الفرحة عبر النفوس والزمن والمدى. لن أطيل، نسأل الله أن يديم لك وعليك وفيك هذه الهمة والعزيمة والنعمة إلى جانب الموهبة والعمر المديد، ودائما تحت إذن الله وعينه وعنايته. والسلام.
من أسمائها الوزيرة، واسمها الأكبر بنت رياض الصلح، السيدة ليلى الصلح، فلتتقدم لمنبرها. مساء الخير جميعا. أنا تفاجأت بأسر شعر طلال وبخطاب جان، عادة كنت مفتكرة رح يحكوا أطول، فأنا عملت شوي خطاب طويل، معليش تحملوني لأنه أنا زدت شيء هندي ما زادوا، بما أني بقاعية النسب فبدي أحكي شوي عن البقاع فس بالآخر. فخامة الرئيس، صاحبة الدار، دولة الرؤساء، معالي الوزراء، السفير الباباوي، السفراء، معالي السفراء، المفتي بكر الرفاعي، الأمنيين، الكراكلة الكرام، وعموم أهلي في البقاع، وأيها الحضور الكريم، اعتدت أن أخطب بإيمان مطلق أن ملائكة على أكتافي تحميني، وهذا ظني على كل حال. أما اليوم فتخلت عني وسلمت يميني إلى مالك اللغة العربية أخي العزيز معالي جان عبيد، ويساري إلى صاحب الأبيات الغزيرة الشاعر الصديق أستاذ طلال حيدر. فمن أين ستأتيني الكلمة؟ طلبت العون الإلهي طبعاً فلم يمجدني، تركني لنفسي ونفسي أمارة بالهجاء، إذ اعتدت أن أخطب شاكية من سوء الأحوال السياسية وبالتالي سوء الأحوال الاجتماعية. فمن أمدح وماذا أمدح ومن يستحق العرفان في هذه البلاد؟ فشكرا عبد الحليم لأنك طلبت مني شهادة بمناسبة تكريمك، فلم أرى لغير مدحك بابا فأنت أولى بهم. السيدة العزيزة منى، نحن اليوم في دارة الرئيس الياس الهراوي الذي أثار أحياناً بعض الوطن ضده لأجل الحفاظ على كل الوطن، ربح رعاهاناته بدهاء عفويته وأسس لنهاية الحرب وقيامة الوطن. لازلت أذكره عند إعادة تمثال رياض الصلح إلى ساحته، عندما قال: أيها اللبنانيون من الساحة رياض الصلح أناديكم، وكأنه تراءى له أن هذه الساحة ستكون ملجأ لكل طالب حق. أيها اللبنانيون، كلكم في صلاتكم تتطلعون إلى سماء الوطن الواحدة، فلتكن كل جهودكم من أجل دولة لبنان الواحدة. رحمه الله وأبقاك تحيين ذكراه الطيبة وترعين صحة الطفولة في لبنان، فإلى متى تكريمك من محبيه وهو ينظر إلينا من عليائه؟ أخي عبد الحليم، طبعاً فأنت نشأت في حي آل صلح في بعلبك، وصاهرت زحلي بالعزيزة الصديقة حنيني، فعشت لبنان الميثاق وعيشت بعلبك وشمس عزتها. قيل عنك أنت سفير إلى الفضاء، نقلت لبنان إلى السحاب. قيل عنك أنك العمود التاسع لقلعة بعلبك، فأخرجتها إلى العالمية. قيل عنك أنك أرزة من لبنان، كلما توغل الزمان في الغياب زادك العمر إبداعا. ولكن هناك دور واحد يتخطى المقاييس والزمن فيضمن لصاحبه صفة الخلود، ذلك أن الفنان لم يتوخف بتمثيل هذا الدور الإبداع كما يفهمه معاصروه، بل خلق لنفسه مقاييس جديدة
تغدو فيما بعد تقليداً لكل من يقوم بتمثيل ذلك الدور من بعده. وهكذا أنت حافظت على تراث البقاع، بوحدك واجهت ولوحدك صامت، إذ لا أحد يستطيع أن يمحو شعباً إذا اقتلعه من أرضه، ولكن يستطيع أن يقضي عليه إذا انتزعه من تراثه. هذا هو إنجازك الكبير، أعدت البقاع إلى لبنان، بقاع من أحباب، بقاع من ناسب ماجد حمادي. دعمك حتى اللحظة الأخيرة وأوصاني بك لأنه أحبه مثلك، ولكن اليوم غدا البقاع معبد الأحزان وشهيد الأحداث. ماذا فعلت بك دولة الفساد المشترك؟ فصلوك عن الكيان بحجة الانتماء، فحرموك أدنى الخدمات، مستشفيات حكومية تعتبر برادات، والخاصة لا ترحم من الغلاء، شح في المياه ونهر العاصي هناك، تقنين في الكهرباء، وأين السد حتى الآن؟ يحاكمون حشيشة الفقراء في البقاع ويسامحون تبييض الأغنياء عبر المطار. أدخلوا النازح السوري على تتغير الهويات، واعترافاً بالجميل أدخل السوري الإرهاب إلى المخيمات. في الخارج يحاربون وجود داعش، ولكن يبقى الفكر، والفكر لا يموت لا بطائرة ولا بصاروخ ولا بتطرف آخر، بل بالمساواة بين المذاهب والطوائف ومحاربة الفقر وإرساء العدالة الاجتماعية بين الناس. لأن كما قال الإمام عبد الرحمن الأوزاعي ابن بعلبك، إذا ظهرت البدع ولم ينكرها أهل العلم صارت سنة، ولكن لمن تشكو، وكلمة الحق بحاجة إلى ميليشيا كي تحمي صاحبها، والكرامة إلى زمرة لتسترد ثأرها، فالسلاح عندنا لغة الحرمان. وأنت في حمى حكام يموتون قبل الموت ويخافون من كل صوت، هم رواسب، وكنت أقول شيء آخر، أقول ركام من الأيام والأعوام ولم يتغيروا. أعز الله لبنان وأعز بقاعه، وهنيئاً لعبد الحليم وإليسار وإيفان الخير الخلف، وتحية إلى صديقي العزيز الفنان الطائر عمر، وكل الشكر للسيدة منى هراوي. سعادة النائب بهية الحريري ممثلة دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، صاحب الفخامة، أصحاب الدولة، أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، المقامات الروحية والعسكرية والإعلامية، أيها الأصدقاء، يسعدني أن أرحب اليوم بكم في هذه الدارة التي تجمعنا إليكم كل عام لهذه المناسبة، نستذكر معا فيها الرئيس الراحل من بيننا، إنما الباقي في قلوب الأوفياء. منذ انطلقت هذه الجائزة قبل 11 سنة وهي تتطلع إلى كل عمل يتفق والمبدأ الذي من أجله تأسست، جائزة الرئيس الياس هراوي، كي تحتفي بمن يعمل على ترسيخ الميثاق الوطني وعلى تدعيم أسس الكيان اللبناني، خصوصاً بعد انتقاله من الدويلات
التي ظهرت مرضية خلال الحرب إلى الدولة التي ظهرت مرضية بعد الحرب، فترسخت في الجغرافيا التاريخية وفي التاريخ الحديث دولة منسجمة في شكلها ومضمونها كما في أنسجتها البشرية والطبيعية. من هنا أن الجائزة في مفهومها العام واختيار مرشحيها كل عام تسعى إلى البحث عمن يخدمون بأعمالهم رؤية القيم اللبنانية العالية ورسالة لبنان الحضارية ودوره المسالم في هذه المنطقة المشتعلة واعتماد الحريات العامة مبدأً للحياة. هذه القيم التأسيسية التي من لأجل تحقيقها ولد الميثاق اللبناني بمفاهيمه ومفاعيله، وها هو عشية الذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير لا يزال متمسكاً بهذه المبادئ التي ما زالت من نحو 100 سنة ساطعة تحضن اللبنانيين حزمة واحدة في عيش واحد وحياة واحدة ليس مشتركة بالمعنى التنظيري بل بالفعل الميداني، شعبا واحدا في عائلات روحية متعددة تحت سماء انتمائية واحدة هي سماء لبنان أولا وسماؤه أخيرا. وهذا هو منطق هذه الجائزة السنوية، أن تحيي عباقرة لبنان في كل زمن، وهذا هو غنى لبنان، وأن تؤكد على متانة التنوع في التفكير لا في الانتماء بل في وحدة الولاء، وهذا أيضا من غنى لبنان. إن التنوع الطائفي والمذهبي ليس خلافاً على الجوهر بل اختلاف في الطريق إلى الجوهر، لكن وجهة الطريق موحدة في ابتهالها الواحد إلى رب العالمين الرحمن الرحيم الإله الواحد أمين. هذا التنوع اللبناني في العائلة الواحدة هو ذاته وراء نجاح اللبناني على أرضه وفي العالم، عبقرية فردية ساطعة وعبقرية جماعية لامعة حين تنتهي لديها حدود الكلمة تنفتح أمامها وساعة الفن الذي لا تحضره حدود. وهذه هي الهوية اللبنانية العالمية التي كرسها مكرمنا اليوم عبد الحليم كراكلا، فذهبت إليه الجائزة هذا العام مبتهجة به وبفرقته المبدعة وبأعماله التي حملت لبنان إلى كل الدنيا، فلا تعرف في العالم إلا بلبنانيتها، حتى بات لبنان في العالم لم يحمل اسم كراكلا عنواناً لافتاً للإبداع. وبذهاب الجائزة إلى عبد الحليم كراكلا نكون أرضينا الرئيس هراوي مرتين، حضوراً وغياباً. حضوراً لأنه كان على حياته يقدر كثيراً فن كراكلا ويحب أعماله ويتابعها معجباً بعبقرية هذا المبدع من لبنان، وغياباً لأن الجائزة اليوم تستحضر الرئيس هراوي من غيابه كي تمنح إلى من كان على حياته يراه جديراً بأرفع تكريم على اسم لبنان. هكذا نرفع تحيتنا اليوم إلى هذا السفير اللبناني المخلص لهويته وتراثه وشعبه وأرضه وتاريخه، حتى إذا حمل شعار الجائزة واسمها ومسيرتها حمل معه كذلك مجداً خالداً للبنان الفن العالي، فن كراكلا الذي حين ضاقت به الكلمات وسع فضاءاته إلى الموسيقى التي تعبر الكلمات إلى بعد آخر للكلمة في تعبير أوسع، وطرز فضاءاته
بالكوريغرافية التي رفعت لغة الجسد إلى أسمى وأطهر تعابيرها، ثم حمل الموسيقى والكوريغرافية معاً إلى سينوغرافية جعلت الجمال قمة القمم في التعبير الفني العابر حدود المكان والخالد في كل زمان. إن الفن الذي وقعه عبد الحليم كاراكلا يفتح أبواب المستحيل، محاولاً بمسيرته الفنية القفز إلى اللاممكن. كاراكلا الذي حمل لبنان إلى أهم دور الأوبرا في العالم، كاراكلا الذي كتبت عنه كبريات الصحف العالمية في عواصم الحضارة بعناوين متصدرة كأنه يكشف السر في سحر الشرق. ولأول مرة في تاريخ المسرح الراقص يتلاقى الشرق والغرب في إبداعاته المسرحية ليكرس حضارة شعبه. هذا هو مبدأ أن تذهب جائزتنا هذا العام إلى السفير فوق العادة عبد الحليم كاراكلا. وإنما هو فوق العادة لأن ولايته ليست دبلوماسية تبدأ يوماً وتنتهي ذات يوم، بل هي ولاية فنية دائمة لم يعينه أحد لها، بل حفرها هو بجهده المتواصل والتعب المضني، عملاً بعد عمل، بين عجائب غرائب وغيام سود وطلقة نور وحلم ليلة شرق وقرطاج اليسار وأندلس المجد الضائع وليالي ألف ليلة وليلة، وكان يا مكان حتى أخذتنا معها أخيراً إلى إبحار في الزمان، وسواها الكثير طيلة 50 سنة من الزمن. ملأ بها كاراكلا نصف قرن من الأعمال الحاملة ألوان لبنان وجمال لبنان وحسان لبنان وبطولات لبنان، جمعها بعلبكات خالدة خلود الهياكل التي ولد في ظلالها عبد الحليم كاراكلا، وظل يكبر على هيبتها مستعيرا جمالاتها الباقية لأعماله الراقية. فالتحية إلى مكرمنا اليوم عبد الحليم كاراكلا وإلى أسرته حنينة وإيفون وإليسار وعميد فرقة كاراكلا عمر، وإلى فرقته المشرفة فردا، والشكر إلى الزملاء أعضاء لجنة الجائزة وإلى أسرة الصحافة والإعلام ممن يواكبون سنويا بمهنية عالية وخاصة الـLBC. والشكر لكم جميعا على حضوركم معنا اليوم، متابعين أصدقاء، محبين أوفياء لذكرى رئيس لبناني خدم لبنان على أقدر ما تستحق بنوة لبنان. عشتم وعاش لبنان. لبنان ليش مش من قالن انه فعل؟ لبنان المجد الحرزان عمره لا غاب ولا قال.
مدلل هو عظيم اليوم متخطي حاله بهالعمل الرائع. إنتاج عالمي بكل معنى الكلمة. بين بيجار وبين كراكلا ما في نسبة. بيجار تمشى وكراكلا مش بيخدل على فيمس اكستراوردينري. في من الإبداع إنه دائما بيتفوق على زيته، ولما أنا أطلقت على فرقة بولشوي الشرق بظن كان معي حق. أخذ من التاريخ أجمل ما بقي منه وعمل منه أجمل فن بيبقى بلبنان. هيدا أهم من كل أحداث سياسية صارت السنة. Well, I came especially to see my friend Caracalla's new production in this incredible place, which I consider to be one of the great wonders of the world. Superb spectacle. I must say that the city of São Paulo is very happy to have such a presentation here. And we are very proud that the Lebanese people could offer such a beautiful night. Nous sommes enchantés tous les Brésiliens et les Cariocas de Rio d'avoir le plaisir et l'honneur de la présence de ce grand ballet de Caracalla. J'espère qu'ils reviendront. Ils ont eu un grand succès à São Paulo et à Rio. Oh, I think it's fabulous. They're really working hard. I've never seen people with so much energy. It's excellent. It's very nice to see something from the Middle East being so popular here in the United States. It's impossible to do anything better that will show the side of the Arab culture, of the Lebanese culture that we have, and we have great things to offer. This is fantastic. ما قام به في هذا العمل الإبداعي هو تعبير عما ربما لم يفلح في تحقيقه السياسيون، وهو الجمع بين العالم العربي من محيطه إلى خليجه. I'm delighted to welcome this company here to London. It's a splendid production, very exciting and dramatic, and the costumes and the dancing are lovely. هذا المجهود الجبار ينقل لبنان من بلد صغير على شاطئ المتوسط
فنيا الى المستوى الذي نريد له وهو مستوى عالمي. The dancing was brilliant. The choreography superb and the costumes absolutely fantastic. وصلت كما نرجو ونتمنى لها دوما الى مرحله تجاوز الحدود، تجاوزت حدود لبنان وحدود الوطن العربي وأصبحت يعني على المستوى العالمي. عرض رائع وإحنا كعرب نفتخر بهذا العرض المتألق. It's a wonderful show. I love the costumes. I love textiles myself and it is just fantastic. والله أنا فخور جدا بهذه الفرقة وهي أحسن تمثيل للشعب العربي في الخارج. It's a very exciting moment for us and we're very excited to have you here and I thought it was the most beautiful thing. I think the dancers are quite outstanding. The music is very interesting. The decor is beautiful. I think it's a really wonderful show and it's a great joy to be able to see something so well done, so professionally done. Thank you very much for that. That's well, really I just want to put that memorial. Today is a very special day for myself. I have renewed a friendship which first started 30 years ago in Dijon in France when I first met Mr. Abdul Caracalla. I've often wondered over 30 years what happened. We both come a long way since then to London today. I think only by having such cultural connections can we have respect and understanding for each other and for our respective nations. أجمل مسرحيات بيعملها كاراكالا فيها طابع مش بس لبناني طابع دولي. يمكن خالص شوال وصار الطير عم يخطر على العالي أنا وداير على قصر لبناني يا أقبلتي شميت ريحتها العصبي عيدي يا ويل يا ويل يلي فتحها كلمتينا وما فرح بالنصر وجبال تنده صوت ترد الصدى الوديان من البلد اللي فيه عبد الحليم كاراكالا ما بيموت شان الأرز الحور شبانك بيرك عشرين الزمان هالأرض اللي بتساعد الكل لم نتركها ودا من فل
thoroughly enjoyed every single moment of it. It was spectacular. And it was lovely to see the story of this amazing man who brought the United Arab Emirates together. I mean, absolutely fabulous. Great dancing, brilliant costumes. Quite emotional, actually. This is not just a dance troupe. It's a troupe that is involved in spectacular presentation with a very important message. Over the place. All going to be performing this weekend at the Kennedy Center. Fox 5's Holly Morris is there this morning to learn more about the International Dance Show. Good morning, everybody. I'm Holly Morrison. Do we have something special planned for you today as we are live at the Kennedy Center, where this weekend, Friday and Saturday, there is going to be a premiere by the Caracalla Dance Theater. It is an internationally renowned dance company, and their latest spectacular creation is Zayed and the Dream. Abdel Halim Caracalla puts his dancers through a strenuous rehearsal at Washington's Kennedy Center. The founder of Beirut's Caracalla Theater wants every step, every motion, and every prop in just the right place. After all, he's illustrating the life of one of the best-known figures in the Middle East, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the founder of the United Arab Emirates. Absolutely fabulous. لا تهتم عندك رجال ودم الزمان.
بعلبك المهرجان يا منورة هالأرض يا فرحة الأكوان بعيدك هالمشاهد العظيمة. ما بقى فينا نحكي يا عبد الحليم، إذا بتريد شرف لحتى أقدم لك جايزة أنت أهم منا بكتير. تسلمي. بس هي جايزة رمزية وبتمنى لك كل التوفيق باسم الياس الهراوي. صعب كتير الواحد يقف بهالموقف، بده يشكر الناس الغمروا بمحبتهم بس ما بيعرف شو بده يقول. فبشكر كل الحضور ومن كل قلبي بقول الله يطول بعمرك. جايين بالحكي. فخامة الرئيس، السيدة الأولى ممثلة دولة الرئيس الحريري، أصحاب الدولة، القيادات الأمنية والمقامات الروحية، أيها الأحبة، الرئيس الهراوي وين ما هو موجود بالعالم الآخر عم شوفه فرحان بهالمناسبة اللي عم بتصير بقصره اليوم. ما بعتقد أنه زعلان أبدا، كتير فرحان. فبقول لك أنا أنه أول يسعدني ويشرفني حضوركم في هذه الأمسية التي لا تنسى. إن فخامة الرئيس الياس الهراوي هو أول من كرم كراكلا وأهداه الوسام الأول، وها أنا اليوم أكرم من سيدة هذا القصر. فجائزة فخامة الرئيس الهراوي أصبحت حافزاً لتجلي إبداعات الإنسان اللبناني. اللحظة لا تحصل إلا مرة واحدة، ولكم هي مضيئة هذه اللحظة، حيث أنه تكرم وتكلم خطباء من كبار رموز الفكر والقيم والذين ساهموا في مسيرة الحضارة في هذا الوطن. لقد غمروني بمحبتهم وتقديرهم. فالشكر والامتنان لمعالي الوزيرة ليلى الصلح، الله يخليك ويطولنا بعمرك. وحضري حالك، بدك تبعت الفرقة على البلاد، حاضرين هلأ نحن. الله. لقد غمروني بمحبتهم وتقديرهم. فالشكر والامتنان لمعالي الوزيرة ليلى الصلح التي تحملنا دائما لنحمل لبنان إلى العالم، ومعالي الوزير جان عبيد الذي نستضيء بروعة رؤيته الحضرية، والسيدة الأولى منى الهراوي التي أحبت فوهبت. ما عدا شاعرنا المسترسل في عتبات الزمان طلال حيدر. طلال، أنت ما خصك وما لك حصة بالشكر أبدا. كلماتكم عباءة عز ووسام فخر أعتز به، وأنا اليوم أكثر من أي وقت مضى أشعر بعزم إضافي ومسؤولية كبيرة تحثني على الاستمرار في تحقيق إنجازات فنية تعلو بسمعة هذا الوطن. لقد عشت مسيرتي متخطيا الصعاب، مسيرة حاولت معها طبعا، لأنه ما كان في دولة ولا مرة بحياتنا، عطول كراكلا لوحده بدون دولة.
الله يرحم الرئيس الحريري، متخطيا الصعاب مسيرة حاولت معها أن أقدم أرقى ما يكون من إبداع مسرحي لأضع اسم لبنان على خريطة الفن الراقي في المسرح العالمي، كما حرصت على نشر رسالة عربية ثقافية في أرقى المحافل الدولية من خلال جولاتي العالمية لنطوي الزمن الذي حاول أن يطوينا ولكي نوظف تجربتنا الفنية لأجيال لبنان المستقبل. يا سيدتي، لك الشكر والامتنان، ويصح القول أنه ليس غريبا عليك ما تفعلين، ولا يليق بك إلا ما تفعلين. يا ست منى، لأنك من رواد الحضارة ومثلك العظماء الذين كرسوا حياتهم للعطاء ولنهضة مجتمعاتهم وتطور الإنسانية، فلا يقيم القيم إلا حاملوها، فلا يقيم القيم إلا حاملوها. تكريمك للفن والإبداع يذكرنا بالسيدة العظيمة كاترين دو ميديتشي، راعية الإبداع في أوروبا والتي جعلت من فلورنسا جوهرة العالم في ذلك الزمان. لنا على هذه الأرض إرث حضاري تاريخه من عبر الأبجدية، وما كان ليبقى إلا برؤية رواد الحضارة أمثالكم الذين أمضوا حياتهم في خدمة مجتمعاتهم لتبقى راية أوطانهم ترفرف عالياً وتبقى أمنيات شعوبهم رائعات بحجم الحياة. دمتم ذخرا للفن والحضارة، عشتم وعاش لبنان.